على شاشة تي في أول قناة فنية بالمغرب، قناتكم الفضائية المفضلة، كيف كل يوم خميس وليلة خميس طرق بالمغربي دائما كيكون معنا فنان أو فنانة. اليوم يكون معنا ثالث فنان لبناني اللي كيزور بلاتو طرق بالمغربي، وسام أمير. حبيبي مساء النور. ربي يخليك، مساء الخير لك ولكل الأكيب العمل ولحبيب قلبي هشام ولكل اللي عم يشوفونا. كيف داير وسام؟ والله الحمد لله لاباس، كل شيء لاباس، ربي خولة لاباس عليها، لاباس جادو لباس. الحمد لله كل شيء مزيان، كل الحمد لله. نبداو ان شاء الله 90 دقيقه ندوزو معك وقت ممتع، كاين اختيارات موسيقيه اللي هي جميله جدا، ونزيدو نتعرفوا عليك اكثر بطبيعه الحال، ونعرفوا اكثر الجمهور المغربي على وسام امير. مرحبا بك. شكون هو وسام امير؟ وسام اسم فني. وسام امير؟ نعم. انا وسام المير. المير، نعم. اوكي. انا من وكانت في الاول وسام الامير، الى ما خفتش وسام كده. الامير انا غيرت، عملت أوكي. في فرق بين، لانه في الاستاذ ملحن طبعاً. وسام الامير اكيد اخترت انك تحيد التعريف وتخليه وسام امير. صحيح. فقط مع العلم انه هو من حقي انه يكون انا، لانه هو الاسم تبعه مش لا وسام ولا امير. أوكي. لكن احتراما لتقديره طبعا. انا من عائلي طبعا، انا من عائله فنيه. انا من ابن طرابلس من الشمال من لبنان. مش عارف عمرك وسام؟ انا 33 سنه. ما كتخجلش من انك لا تقول بالعكس تقول كل ما كل وقت له عمره خلص، يعني طبعًا. ما فيني اخذ عمري وعمر غيري. لا بالعكس. كيف كانت طفولتك وسام امير؟ والله كانت طفولتي مليئه مثل ما بيقولوا بالفن، وخصوصا الفن. يعني انا من فني، انا من عائله فنيه، الوالد هو مدير مدرسة أوكي. وفنان بنفس الوقت، حارس يعني أخذ ميدالية ذهبية بليالي لبنان أوكي. أيام سيمون أسمر. فعنا بلبنان إذا كان هو مدير مدرسة ما بيحق له أنه يغني. فكان يغني مرة هيك عن بعيد. فكان من الأصوات الجميلة جدا، كان هو القدود الحلبي المعروف. وعندي أخي بسام الكبير كمان مايسترو، كان ملحن بركات كمان. أوكي. الله يرحمه. وعندي أخي رامي كمان بيغني، موجود كمان معي بالمغرب. واختي ما بتغني، هي صوتها حلو بس ما بتغني. فانا اخترت مشوار اخر. نعم. شنو البرج ديالك؟ الحوت. كيقولوا عليكم ولا انتم هنا، يعني ما شوف كيقولوا احنا بالمغربيه ما مسوقش، ما كاينش غادي نحن. انا بالنسبه لي انا بحكي عن حالي انه انا هادي كتير، يعني قليل العصب. بس بيجي وقت بس العصب بيصير انسان تاني. ولا. بس بطول كتير. وخلال دقيقتين برجع مثل ما انا كنت. برجع كيف ما كنقولوا. اوكي. شنو هو الحلم ديال الطفوله ديالك وسام؟ والله انا كان حلمي انه انا اصير فنان ونجم معروف، والحمد لله رب العالمين عم تتحقق شوي شوي وغادين بالطريق الصحيح. ما زال ما تحققش الحلم كامل؟ كل ما تحقق حلم، كل ما بتطمح لشيء أكبر طبعا. يعني نحن شنو طموحك الحالي؟ الحمد لله العالم العربي والعالم يعرفني كله. فالحمد لله كل مرة عم نعمل أغاني جديدة، كليبات جديدة. الحمد لله عم نقدم مستوى كتير كبير، يكون بالمستوى اللي أنا حابه. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. في المراهقة كي كان وسام؟ نفس طفل ولا مسطي؟ مسطي. مسطي. لا انا كنت احب الفوتبول. البلياردو. البلياردو انا من من الابطال. كان بلبنان بالبلياردو. الدراسه كنت ما كنت بالدراسه، مع اني انا اخذت شيف مطبخ. أوكي. بس ما لي علاقه بالشيف. شنو الماده اللي كانت عندك محبوبه عندك في ايام الدراسه؟ الرياضه. اوكي. والمادة اللي ما كنتيش كتحملها؟ كنت بس ما كنت مركز بزاف في الدراسة بصراحة. كاين بزاف ديال الناس اللي الله أعلم الوالدين ديالهم كنقول كيتعبوا معاهم في الاختيارات ديالهم، خصوصا في الدراسة، كاين اللي المدرسة ماشي ما كتروقليش كيف ما كنقولوا 100%. هي مش انه انا مدرسه، لا درست وتعلمت طبعًا. تعلمت لغات طبعًا. طبعًا. لكن ما كنت محببه عندي. يعني كيف انه كنت اروح غصبا عني كذا، انا كان ميولي للفن اكثر. اوكي. الحلم ديالنا ملي كنكونوا اطفال طايح الحال، ملي كنوليو مراهقين، يا اما كيتبدل يا اما كيبقى هو بقى نفس الحلم اللي بقى عندك؟ لا، الحلم اكيد بصير اوسع. بس يكون عندك عائله، بدنا رب العالمين يحميهم ويحمي كل الأمة العربية أكيد، وتعطينا طولة العمر لحتى نعطيهم قد ما فيهم، يكونوا هن مرتاحين بحياتهم أكثر منا إن شاء الله. هذا الأهم، ومن بعدين الباقي كله صار عادي جدا. شكون في الوالدة ولا في الوالدة اللي كان قريب منك أكثر؟ والله بجوجهم، بس أنا الوالد أكثر. الوالد كيف يعبر أكثر عن الحب في المنزل ديالكم؟ الوالد والدة. والله اثنينتهم بيحبوا بعض بشكل منه طبيعي. يعني يا ريت هالحب اللي موجود قديما يكون موجود هلا نحن بهالجيل، فنحن عم نفتقده كتير.
فأنا بحزن وببسط لهم بنفس الوقت. كان دائما حب في المنزل كيعبروا عليه لبعضهم طبعاً. وانتم كبرتوا ما كانش يعني شومة أو لا. لا, لا. إذا ما تعب إذا يعني ما عبروا عن الحب من عيونهم ببين الحب من طريقتهم. فنحن من عائلة مثل ما بتقول شوي ملتزمة يعني أنا طبعاً كان محافظين. كان الوالدة كانت ضد الفن. أوكي. الوالد مع الفن لأنه هو انحرم من الفن. فحب إنه لا خليه يأخذ فرصته أنا ما أخذت فرصتي خليه هو يأخذ فرصته. فالوالد يعني اللي يشجعك أكثر هو الأب مش الأم. طبعاً الأب لأنه الماما كانت بتحب إنه يكون أنا موظف دولة دكتور كذا. طبعاً. شكون في عينين شكون كنت كتشوف حب أكثر الوالدة ولا الوالد؟ والله مثل ما قلت لك بشوفهم بس الوالد كان مغرم. مغرم لأنه شوف يعني. ما في حدا معصوم على الغلط فالوالد طبعا. الوالد كان هيك يعني ما عنده أي غلط والغلط عنده يمكن قليل جدا جدا طبعا. فمثل ما قلت لك الجيل القديم غير نحن جيلنا بصراحة. شو اللي افتقدناه اليوم في الجيل الجديد وسام؟ المحبة. بطل حدا يحب حدا قليل جدا كله لمصلحة. أنا بحبك لمصلحة. أنت مصلحة صغات على الحب. طبعاً طبعاً هذا اللي أنا بقول يا ريت. فالأكترية صار إنه أنا ما بسلم عليك إذا ما لي مصلحة أو بسيرك وبظهرك بطعنك. وهذه حاضرة بقوة لسوء الحب في الميدان الفني. الفني وغير فني. ما ضروري الفن. انتصبك الله خدمتي في الميدان الفني كذلك في ميدان جل المطاعم يعني. 100% أنا الفن يعني أنا. مثل ما قلت لك أنا ما فيني أخذ دوري ودور غيري. يعني أنا إذا عندي عرس ما فيني أخذ كل الأعراس. الله يرزق الكل. كل واحد بيأخذ رزقته طبعاً. بالعالمين عطيه كل واحد رزقه وكل الناس خير وبركة. أنا هذا هو اللي ما فيني وماشي فيه من زمان. فياريت هن نفس الشيء يعني في منهم مثلي وفي منهم لكن قلال. قلال بالزاف الأغلبية قلال بالزاف بيقول لك هذا وسام أكيد ما بيحبني أنا بدي لا. الله يهدي مخلك كما كان يقولوا بالمغربية. كيفاش بدأت القصة الفنية ديالك وسام أمير؟ والله أنا من عمر العشر سنين كنت أطلع بآخر سنة دراسية كنت أعمل لهم حفلات مدرسية وشوي شوي صرت أطلع مع الوالد مثلا يكون عنده حفلة أطلع غني غنية غنيتين لحتى شوي شوي خدت طلعت على مطعم صرت غني كل سبت أحد والحمد لله مشينا. دستي من البرنامج كذلك اكتشاف مواهب بيت الفن إلا ما خلفش استوديو الفن كان ب 2011 أو 2010 فلسوء حظي انه كانت تجربه حلوه لكن ما كانت بالمستوى اللي كان قبل يعني منه بمستوى ذا فويس ولا عرب ايدل كان مستوى طبعاً. ضعيف وكان ومن اكبر البرامج اللي اكتشف بزاف ديال الفنانين يعني استوديو الفن كان هو مثل ما بيقولوا المستنقع تاع الفنانين طبعا كل الفنانين اللي كبرت العمر من استوديو بس ما كان 2011 لانه هو ضل فتره كبيره واقف رجع ما بالقوة اللي كان فيها ماشي بنفس النفس لا ما كان نفس النفس فأنا أول برايم غنيت يا بنت السلطان ومن بعدها اجتني سفرة على المغرب أوكي. فسافرت ورحت شوف يعني شوف لوين كانت أول سفرية للمغرب المغرب شو المكتب ديالك عيط لك والله شوف يعني سبحان الله صارت مثل هيك عم نحكي وعرضوا علي قلت لهم يلا بنجرب علاش جيتي المغرب اول مره لانه هيك اجت الكونترا هيك اوكي يعني شايفوني الناس حفل فني جيت 3 شهور لمطعم اوكي جيت 3 شهور اشتغلتهم ورجعت رحت على دبي سنه ونص اوكي ورجعت جيت المغرب شو اللي عجبك في المغرب والله المغرب غادي نرجعوا ليه مازال عندنا شق خاص بالمغرب شو اللي عجبك قريب اكثر قريب كثير على لبنان يعني انا رحت على دبي انبسط بدبي لكن دبي ما فيك تعيش كمناخ انا هون ارتحت الجو مثل لبنان الناس طيبه الحمد لله بيحبونا الناس كلبنانيه كان اول شيء الحمد لله رب العالمين يعني عندنا محبه خاصه حسيت حالي مني مسافر يعني انا كنت فزعان انه الغربه بيقولوا لك الغربه لا انا هون بالمغرب صراحه ما حسيت بالغربه حسيت بنفسك وسط اهلك في المغرب اي والله صراحه خصوصا انك اليوم تبارك الله كما كنقولوا والله نسيب المغاربه طبعا الي الشرف انا بروح على لبنان بشتاق للمغرب ما فيني اعيش بدون المغرب ولا فيني اعيش بدون لبنان طبعاً. لبنان ضروري لانه مثل ما بقول لك الوالده والوالد والمحل انت خلقت طبعا فانت بتشتاق هذا الشيء لبنان صحيح ولكن حياتك بس ما عاد فيني اعيش بلبنان يعني انا بقدر روح شهر شهرين اقعد كذا بس من غير شغل ما بدي اشتغل يعني ما فيني اعيش انا هونيك انا اعمل شيء لا طيب دابا حياتك العمليه كتشوفها في المغرب تعودت بالمغرب شعارك في الحياه وسام امير شعار المحبه حب الحب
انت انسان حبيب طبعا. كاين عندنا شق ديال الحب تاعي الحراري نتكلموا نتكلموا معك مازال في الاخر ديال الحلقه، ولكن يلا البدايه يلا بدينا نبداو كذلك فنيا. ميكروفون ديالك يا. اختارتي انك تأدي لنا اختيارات جميله جدا لمشاهدينا تولي تبعينا على شاشه تي في الليله. كاين فيروز، كاين وائل كفوري، كاين اغاني ديالك بطبيعه الحال، كاين شيرين. حاولنا نعمل هيك كوكتيل صغير، كوكتيل جميل جدا. نبداو فيروز. فيروز هذه قاعد كيف كنا نوصفها، كيفاش كتوصفها؟ ما في وصف لها. قامة فنية كبيرة كتير، أسطورة من أساطير اللي يمكن مثل ما بيقولوا مثلا يمكن مارادونا، هيدي فيروز بالفن طبعا. ففيروز ما فيني أنا أحكي عنها، أنا صغير كتير بالنسبة لأنه أنا أحكي عنها. أنا بس لغنينا بستحي مثل ما كنت مع ملحم بركات وقتها، كان الأخ ديالي مع ملحم، كنت أنا استحي غني قدامه لأنه هذا قامة فنية، فأنا احترم هيدا القامة الفنية وبس. لا بدي غني لهم بدي يكون متمكن منه 100%، يا أما ما يكون موجود وغني بينه وبين حاجة. إذا فيروز سألوني الناس على شاشة تي في طربي المغربي، سيدي هشام مساء النور، شكر كبير ما يسترو ديالنا بطبيعة الحال، وأنا متأكد أننا إن شاء الله ندوزو معك وقت ممتع أمير بإذن الله. تفضل. طلمني الليل قال لي ضويلي، لقاني الليل طفى أناديلي، طلمني الليل قال لي ضويلي، لقاني الليل طفى أناديلي، لا تسأليني كيف استهديت، كان قلبي لعنده دليلي، وهب الهوى بكاني الهوى، لا أول مرة ما منكون سوا. سألوني الناس عنك يا حبيبي، كتبوا المكاتب وأخذها الهوى، بيعز علي غني يا حبيبي، لا أول مرة ما منكم سوا. سألوني الناس عنك سألوني، قلت له نراجع وعتلوموني، سألوني الناس عنك سألوني، قلت له نراجع وعتلوموني، غمضت عيوني خوفي للناس، شوفوك مخبى بعيوني، واللي انكوى بنار الهوى، لا أول مرة ما منكم سوا. سألوني الناس عنك يا حبيبي، كتبوا المكاتب وأخذ الهوى، بيعز علي يغني يا حبيبي، لا أول مرة ما منكون سوا. شكر كبير أكيد للأستاذ هشام حبيب القلب، وشكر لك كذلك الإحساس ديالك وسام أمير. فيروز عندي واحد المعلومة بغيت أنت اللبناني الله على مش أكدها لي أو لك فيها، أنه في جميع البرامج الإذاعية الصباحية مجبرين أنهم طبعا. ولو أغنية واحدة ديال فيروز، هذا خبر صحيح؟ ما في حدا لبناني إذا بدك بفيق من الصبح ما يسمع فيروز، ما يسمع فيروز. فيروز الصباح الحلو الرواء على البحر تسمع فيروز أنت وماشي بتسمع، يعني بتفيق على صوت تفيق زوين طبعا طبعا. يعني ما فيك تفوق، نصور أنت عم تفيق الصبح على شعبي مثلا، شعبي لبناني أو شيء، لا بدك تفيق على شيء رواء يسلطنك يخليه مزاجك رايق، تبدا النهار ديالك بألحان جميله. ما دمتي انك بطبيعه الحال وسام امير لبناني، نمشيو نتكلموا شويه على لبنان. عندك اخبار على البلاد؟ كيداير كامل لبنان؟ والله حالياً للاسف يعني البلاد وضعها الايام ممنيح، لا اقتصاد لا حكومه لا شعب، يعني صرنا
يعني عم نتفقد الايام اللي كنت كنا فيها صراحه. الواقع في لبنان في نظرك؟ الواقع اللي بلبنان انه نحن عندنا كثره سياسيه، عندنا احزاب، الطوائف ما عندنا مشكل فيها، هن اللي خلقوا مشكل بالطوائف. فعندنا كل رئيس عم ياخذ طائفته لإله يعمل حزب، مع انه نحن الشعب مثل ما قلت لك ما عندنا طوائف طبعا. فكثره السياسه وكثره فالالتحام بين طوائف الاول ما كانش التفريقه اللي كاينه اليوم، وتل دابا ما كاينهاش، هن اللي عم يعملوها. هذا السياسيين اللي كيلعبوا، السياسيين الموجودين صارهم اكثر من يمكن انا من وقت ما خلقته هن موجودين. ما في تغيير، ما في تغيير، ما في خلص على طول شخص واحد نفس الأشخاص. يعني ما بيعطوا أمل للشباب اللي طالعة عند التفكير ده. بعدين خلص وين مصلحتهم ماشي، ما مصلحة البلاد يعني ما مصلحة لبنان وين رايحة طبعا. هني مصلحتهم الخاصة. فإذا صار يمكن بأي بلد مشكل لبنان بيتدخل أول شخص أول بلد. فهذا الشيء نحن يمكن نحن بنتدخل بالخير، ندخل ما ضروري نتدخل بالحرب طبعا وتأثر على بلادنا. فأنا خصوصاً أن اللبنانيين تبارك عليكم عشتوا عدة حروب، حرب أهلية اللي فأنا بالمغرب بالمغرب أنا بحترم كيف يعني ما بيتدخلوا وعلى طول بالخير موجودين، إن كان بالخليج وقت علقوا المغرب على طول حيادي وبالخير. فنحن يا ريت نحن نكون شبيه المغرب. فأنا هذا هو اللي صاير بالضبط بالمغرب، هي مش إنه كورونا، هي كورونا على العالم كله طبعًا. بس لبنان من غير كورونا الوضع هلأ تيعه منيح إن شاء الله. يا رب رجع لبنان مثل ما كانت، لبنان الفن، لبنان الإبداع، لبنان الثقافة اللي مثل ما بتعرفوها الفنانين مثقفين دكاترة. فنحن بنتمنى يا رب إنه لبنان يرجع مثل ما كان أول أحسن يا رب. شنو الحاجة اللي كتوحش اللي كتكون هنا في المغرب؟ شنو الحاجة اللي كتوحش في لبنان؟ والله شوف أنا بس تكون هون صرت عم بشتاق لأهلي أكثر. بشتاق لأروح أنزل هيك من بيتي أو نام على مخدة اللي كنت أنا نام فيها. وبس كون بلبنان بشتاق لمرتي وابني وبيتي. يعني نفس الاشتياق. الفرق يعني هون يمكن لبنان القلب والمغرب الدم. هذا يعني ما في فرق بيناتهم. اثنيناتهم إذا ما فيك تتخلى عنهم فممكن تخلى عن كل شيء إلا هدول الاثنين. صار شنو الحاجة اللي كتوحش في لبنان اللي كتكون في المغرب؟ والله بس يقولوا لبنان أتذكر أهلي أكتر شيء. مع أنه زاروا المغرب الوالد والوالدة وانبسطوا كتير. وإن شاء الله من بعد كورونا كمان بيزورونا إن شاء الله يا رب. وإن شاء الله بنخلي الوالد تسمع صوته طبعا طبعا وكل الشرف. فهذا الشيء اللي أنا بشتاق فيه للبنان بهالوقت. لحتى إن شاء الله يرجع لبنان مثل ما كان. ساعتها بنشتاق إنه نحن نقدر نعمل نرجع أغاني. لأنه يعني أنا عامل أغاني لبنانية بس طبعًا. هلا بهالوضع ما فيك تعمل شيء. شيء الحاجة اللي ما كتحملهاش في لبنان ولا كتقول يا ريت أنه هذه المسألة ما كانتش في لبنان؟ الحروب والمشاكل الحروب والمشاكل والمصلحة. يعني ما حدا بيقدم لك شيء إلا لمصلحة. عرفت كيف؟ يعني مثلا أنت عملت عمل فني بدك تدفع مقابل طبعا. يعني ما انه والله انه لا هذا ابن بلد لبنان حتى اكبر دليل يلا ساندو هذا اكبر دليل على ذلك. من تقريبا شما اكون انا 5 سنين أو 6 سنين لهلا ما طلع فنان لبناني. من 5-6 سنين على وقتي انا عملك يمكن اكثر من 10 سنين طبعًا. ما طلع فنان لبناني جديد. ليش بيطلعوا كلهم من لبنان وما حدا ما عم يطلع لبناني؟ لانه ما عم يساندو، عم يساندو الغريب ما بيساندو. وكمان بالمغرب انا بحترم هذا الشيء لانه اول على طول المغربي هو الاول وانا بحترمهم. بس يقولوا اول مع العلم ان الفنان المغربي كيقول لك انا كنحترم في لبنان المساله انه الفنان اللبناني هو الاول عاد الفنان الاخرين اولا تخلبات الموازين في لبنان ما بقاش كي كانت في الاول. انا باكد لك هذا الشيء. ما في بروجرام الا ما المغربي موجود بقوه. ما في مهرجان الا ما يكون المغاربه اول شيء طبعا. فانا يعني يمكن انا بشوف يمكن احنا كنتكلموا عن المغرب طبعا. فايه مغرب لبنان نحن ما عندنا تفرقه. يعني هلا بتروح على لبنان بتلاقي العراقي وتلاقي المصري وتلاقي فنحن ما بيركزوا شوي على الفنان اللبناني ما بيركزوا على اللبناني ما بيركزوا دور هنا خصوصا في الميدان الفني. بعض المرات كنلوموا الناس اللي سبقتنا في الفن كبار الفنانين اللبنانيين شنو هو الدور ديالهم في المستقبل جوستومون ديال الاغنيه اللبنانيه؟ كيف يعني انه شو انهم مش احتضنوا مغنيين عاونوا فنانا انهم يبينوا اسماء اخرى؟ لانه دائما كنسمعوا مدارس مثلا راغب علامه اليسا وفوالا والمدارس يعني كثيره أنا ولكن واش كاين شي فنان من هادو كي كنقولوا تبنى فنان اخر باش يعطيه كيف ما كنقولوا؟ اذا بتلاحظ انت بجميع البرامج الفنيه كان مغربي بيطلع جديد وبيبيض الوجه. المغرب فيه فنانين رائعين ولهلا منهم معروفين. بس عم يطلع كل مره بيطلع بروجرام تلاقي مغربي بشكل
أما لبنان ما عم يعطيهم فرصة. فنحن أوكي راغب عليه لقامة بس في شباب جديد عطيهم فرصة. على طول أنتوا تعطوا الفرصة لمثلا لناس أوكي ما عنا إشكال بس عطوا فرصة. يعني أكبر دليل 10 سنين لهلا مثل ما قلت لك ما في أعطيني فنان لبناني جديد عالصيحة أعطيني. يعني ما في مثل ما قلت لك الكليب بلبنان بيكلف 30 مليون و40 مليون بالمغرب بيكلف 10 مليون ويمكن 5 كمان ويمكن 2 قد ما بدك بتعمل. هذا هو الفرق انه هون في اوكي خلينا نعمل نحن لنطلع العمل هنيك لا اعطيني مصاري وكيف ما يطلع العمل انك لا هي مساله مصاري بس كان لاحظوا كذلك واحد المساله هذا واحد شويش قاسم مشترك ما بين جميع الدول العربيه تقريبا هو كاين واحد الجاليه لبنانيه كبيره جدا في عده دول في العالم صحيح. المغرب الولايات المتحده الامريكيه كندا مع العلم انه البلد صغير مع العلم انه البلد صغير بلد صغير كيجيب لي الله بعض المرات انه بزاف ديالو اكثر طلع من السكان ديال لبنان اللي عايشين في لبنان برا كاينين برا في 4 مليون تقريبا بلبنان في يمكن شي 3 مليون برا فهذا دليل انه مثل ما قلت لك بلد الثقافه بلد الفن يعني انت مثلا معروفين نحن بالمطاعم باداره المطاعم واداره الاوتيلات ولا الفنانين فنحن بلد الثقافه بلد يعني متعلمين فنانين فحرام نحن نكون نرجع لهذا المستوى يعني نحن وين كان لبنان وين صار هلا بضل الناس بتحبنا بس انا عم بحكي كبلد لبنان حرام شنو تقول اللبنانيين اللي هما خارجين من لبنان وتوحشوا لبنان وتوحشوا بلادهم ان شاء الله يا رب يعني يرجع لبنان مثل ما كان ولا حتى يزوروا لبنان ما ضروري يدلوا يشتغلوا بلبنان يشتغلوا بلبنان وبرات لبنان بس يرجع لبنان مثل ما كان عشان يرجعوا هن على 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 بلدهم مبسوطين يشوفوا اهلهم ينبسطوا ويرجع لبنان يا رب المنطقه اللي كتعجبك بزاف لبنان منطقتي طبعا طرابلس بلد الفقير يعني مثل ما نقول طرابلس الفقير أوكي. طرابلس البسيط القلب يعني بتيجي غريب بيحطوك ببيتهم بكرموك هذا أنا هذا هو اللي بحبه الطيبة الطيبة أما بيروت شوي مثل ما بتقول كشغل بيروت شغل هونيك الطيبة يعني بتحس حالك من أهلك وناسك حتى لو ما بيعرفك بيحتضنك تقولوا طرابلس هي مراكش جل طرابلس فيك تقول هي القصر الكبير هي القصر الكبير جل القصر الكبير جاعت خولة طيبة والبساطة تطوان قصر الكبير هدول الضيع اللي اللي بتلاقي الطيبة عندهم ما دمتي لك كذلك في ميدان المطاعم ايش هي احسن أكلة لبنانية بالنسبة لك وسب أبير والله انا بحب التبولة الحمص والتبولة هن اثنين هدول انا لازم يكونوا موجودين بكل شيء مع انه احنا عندنا الطبخ كتير حلو بس هدول اثنين انا لازم يكونوا موجودين على الطاولة اوكي اخر سؤال فتشق غادي نخليك رسالة الله اعلم للمسؤولين السياسيين اللبنانيين شو تبغي تقول لهم وسب أبير الله يهديهم الله يهديهم ويريحونا شوي كيف عشتي الانفجار اللي عشناه جميع في بيروت هلا كنا عم نحكي واش يعقل انه كميه متفجرات كلها محطوطه في بناء بدون لا حاسيب ولا رقيب ولا هذا هو اللي عم اقول لك عليه فالبلد عم اقول لك سياسيين شوفوا مصلحتهم مات البلد مات الشعب مات مين ما كان ما تفرق معهم كيف عشتي هذا الانفجار انا كنت موجود هون كنت انا قبل بيوم منزل اغنيتي بارازار فأنا مبسوط إنه أنا كورونا شوي الناس عم غيره من هذا الجو مبسوط عم نزلهم إياها والحمد لله كانت من الأول باليوتيوب الحمد لله تاني نهار كان انفجار نسيت الأغنية ونسيت كل شيء وهذا المنظر اللي أنا موجود برات لبنان وهيك منظر يعني بصراحة أشعر بدني لأنه كان في حدا فتح لي لايف عم يأرجيني يعني هذا منو انفجار هذا زلزال هذا ده 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 تسونامي يعني أكثر من 300 ألف شخص بدون سكن بدون شيء منو طبيعي يعني لو ما كان النص اجى على البحر كان لبنان راح كله 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 فانا وقت نزلت هلا من شي شهر كنت بلبنان فانا كان مر علي يمكن 3 اشهر او 4 اشهر ودمار شامل كيف كان بوقتها فالله يعين الشعب اللبناني مثل ما قلت يعني لبنان تعود يعني بتلاقي تاني نهار سهران وكذا هذه كلمه كترجع بزاف على لسان بزاف ديال اللبنانيين كيقول لك تعودنا على المشاكل تعودنا على حروب اهليه مشاكل سياسيه دائما صحيح. طوائف دائما لكن السؤال اللي كيطرح نفسه الى متى تحت العين يعني انا بدي امشي بالطريق بدي اروح اشتغل عارف حالي ارجع على بيتي انا مرتاح بدي اروح مني عارف اي ساعه بيطلع انفجار هذا منا عيشه ومنا بلد ولبنان منه هيك فمن وقت ما الله يرحمه رئيس الحريري ونحن لورا ونحن لورا 14 فبراير مع مرات السنه يوم عيد الحب هو راح راحت البلد لعب دور كبير فينا نقول يا رب يرجع واحد مثله بس مستحيل
سعد الحريري ما يمكن ليش ما في يتصرف ما في ما بيقدر اول شيء سعد شنو ما عندوش نفس الهيبه اللي كانت معلم عند الاب ديالو ولاد لا يقارن بالاب بس سعد يعني ماشي حيت ابن سياسي انك يمكن لك تكون سياسي 100% هلا هو بيدلوا احسن من غيره كليتهم يعني انا بالنسبه لي كلهم يتغيروا لكن سعد بتحس انه عم يسافر يجيب شيء للبنان عم يعمل شيء للبنان الباقيين لا يعني انا وقتها مثلا بزور الخليج وبشوف كذا عم جيب شيء للبنان معناتها عم يعمل شيء للبنان فانا يمكن اكثر واحد يمكن هو اللي هلا عم يعطي لبنان هو سعد بس مع العلم انه يتغيروا كلهم احسن تتكلموا طيب حدا سعد الحريري ما زال لقاء شيخ انا متاكد ان دوزوا معك ليله جميله على الشاده تي في دائما وبرنامجكم طوربي المغربي بعد الفاصل ورجعنا معكم دائما على شاده تي في قناتكم الفضائيه واول قناه فنيه بالمغرب ضيفنا دائما في طوربي المغربي الليله وسام امير حبيبي الله مرحبا بك معنا مره اخرى بخليك شكرا نمشيو نغنيو اغنيه ديالك كول كول تتروا عليا البنات لقيت عارف اش حال كان قلبي حاسبهم من اللي كانوا غير قلال من واحد العشرة موت أنا في السمرة رسمالي غير هدرة وجيبي ما في ريال عايش حياتي كول يلا سيدي ونعيش حياتنا كلها كل طيب حال احنا عم نعمل بطريقة طبعا عبيانو وكذا طبعا طبعا كول ويسام أمير فطور بيو المغربي على شاشة تي في سيدي هشام كتروا عليا البنات ما بقيت عارف اش حال كان قلبي حاسبهم من اللي كانوا غير قلال كتروا عليا البنات ما بقيت عارف اش حال كان قلبي حاسبهم من اللي كانوا غير قلال من واحد العشرة موت أنا في السمرة رسمالي غير هدرة وجيبي ما في ريال عايش حياتي كول ديما البروتوكول فقر والشجاعة ومدوز الساعة عايش حياتي كول ديما البروتوكول فقر والشجاعة ومدوز الساعة ستار وعندي لفان وكل لا سهران واللي تشوفني تحسب انا شي ولد فلان ستار وعندي لفان وكل لا سهران واللي تشوفني تحسب انا شي ولد فلان ديما زازولوس واللي من احداها ندوس كونتروس جانا من ميريكان عايش حياتي كول ديما البروتوكول فقر والشجاعة ومدوز الساعة عايش حياتي كول ديما البروتوكول فقر والشجاعة ومدوز الساعة أغنية جميلة جدا فكلام بسيط كيعبر كذلك على المعيشة بزاف ديال الفنانة صحيح علاش اللهجة المغربية وسام أمير أول شيء هذه الأغنية كلمات ولحن وقت سمعتها أنا كلبناني انبسطت فيها يعني ارتحت لأنه حسيت أنه كأنه عم بحكي عن كل شاب مغربي أو حتى لبناني أو حتى كذا لأنه هو بالفعل هي بتكون أنه عايش حياتي كول وخلص من المشاكل مهم نعيش فهي من كلمات محمد المغربي طبعا وتحية لمحمد المغربي تبارك الله عليه اللي كيقوم بعمل جميل جدا ما شاء الله هو اللي عمل كمان بارازار معي وبلاد الخير وعمل دائما لاحظت فيك هذه المسألة هذه كيف كنت تعمل تقريبا مع نفس الأشخاص وسام أمير فنان عم يعطي قول لي واش نلقى احسن من محمد المغربي في اكيد تحيه لكل كاين اكيد بس محمد عم يعطي كلمات جديد موضوع جديد فمستحيل انا يمكن اهرب منه اذا بهرب منه بدي ارجع له يمكن اهرب منه مره محمد المغربي الحان توفيق المغربي توفيق المغربي توزيع رشيد محمد علي فاغني فكيف كان زوين وإخراج حسن الكرفتي صورنا بمراكش فكان العمل كامل متكامل وصلت النتيجة اللي كنت كتسنى منها والله هي لك على طول نحن منقول الحمد لله هي وصلت النتيجة بالنسبة لي حلوة لكن أنا على طول نحن تبغي أكثر 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 طبعا. ليش؟ لأنه على طول نحن بدنا نقدم شيء أحلى وأحلى وأحلى كي شحال واحد يقدر يقول فنان لبناني علاش ما يخليش فلكنا اللبنانية وخصوصا وأن اللهجة اللبنانية
كل شيء كيفهمها صحيح. سي فري كو اليوم ما بقاش عندنا داك المشكل ديال اللهجه المغربيه ما مفهوماش، الحمد لله حتى وصلت لجميع البلدان العربيه. ما كيبان لكش انك واحد شويش تخليتي على اللبناني؟ اول شيء وقت انا بغني الاغنيه المغربيه عم وضحها لللبنانيه والعرب انه اغنيه سهله ممكن اي شخص يغنيها طبعا، وخصوصا اذا كان عايش بالبلاد. ففنانين كتير غنوا المغربي لكن اللهجه او اللكنه بتكون كتخونهم واحد شويش. انا بقدر انه انا غني مغربي لا 80% لسه في احسن مني كتير طيب. كوني انا لبناني لكن عم اقدم اللكنه عم بتعب فيها لحتى اقدمها طيب. صح كتعطي حقها 100% كوني انا عايش بالمغرب وانا عم غني لبناني وعم غني مصري وعم غني يعني انا عم بعمل عربيا طيب. فانا عايش هلا بالمغرب وعم اقدم شيء حلو بالمغرب ان شاء الله. نمشي نشوفوا وسام امير والمشاهير، مغني المفضل عندك؟ المغني الفرق هو الوالد. أنا الوالد بالنسبة لي من غير الوالد من غير الوالد أجوبة دبلوماسية. والله أنا صباح فخري. صباح فخري نعم. الفنانة أو المغنية المفضلة عندك؟ والله فيروز، وإذا بدنا نحكي بالجيل الجديد شيرين. شيرين يا سلام. الممثل المفضل عندك؟ الممثل والله كلهم بصراحة ممثلين بارعين واحد. لكن عبد فهد فنان السعودية طبعا. الممثلة المفضلة عندك؟ ممثلة والله أنا ما كتير الأسماء حافظون لكن يمكن لك تختار كذلك على الصعيد العالمي ماشي بالضبط اللبنانية ولا مغربية ولا شو اسميتها هذه اللي تدير مع كبور شو اسميتها؟ دنيا بوتازوت. كمان بعطيها تحية كمان. دنيا بوتازوت بحب التمثيل تاعها. كي عجبك التمثيل اللي كي يعني الشعبي؟ أنا مثل ما قلت لك كلبناني عم تفهمني شو المضمون. طيب وسيري تبارك الله اللي تمشات تحية للدنيا بوتازوت كذلك وحسن الفد. الأغنية اللي عزيزة عليك بزاف اللي كترتاح فيها الله علم كتسمعها مرة الأغنية والله شوف هما غادي يكونوا بزاف بزاف لكن أنا أغنيتي هي لهون وبس هي اللي عطتني مثل ما بيقول الطريق النجاح فهيدي عندي إياها مفضلة وأنا بس لغني كمان قدود هي القدود أنا عندي إياها هو الأساس أوكي. الطرب أنا بحب الطرب بس بعطيها حق للأغنية لأنه هي اللي وصلتني لنتيجة حلوة لهون وبس هي لهون وبس أوكي. الأغنية اللي سمعتها وكنت تقول ما كرهتش هذه اللي كانت ديالي والله شوفي أغنية مثلا فك إعلاميا نقدر أنا مثلا كاين برامج اللي واحد اللي كنشوف فيه وكنقول يا ريت واحد النهار الله يعلم يكون ولو طاح لي فرصة صحيح دونك حتى بالنسبة للفنانة تاعي كتكون والله في أغاني كتير بس أنا موجود بالمغرب يمكن سمعت أغنية وحتى يمكن لو غنيتها ما حتضرب مثل ما ضربت مع سعد فهي أنت معلم أنا سمعتها وكانت غير كليا فمثل ما قلت لك حتى لو غنيتها ما حتطلع ناجحة مثل سعد. شو بغيت تقول سعد اللي هو وسام أمير؟ والله سعد أنا ببصم له بالعشرة لأنه فنان متنوع، فنان بحب النجاح، لاحق النجاح، فنان ما عم يتأثر مع كل الضغوطات اللي عليه. كيشتغل. من أنا بعطيه كتير تحية كبيرة وصل الأغنية المغربية للعالمي. الحمد لله. الحمد لله. حقق ذلك الشيء اللي ما حققوش بالزاف. يعني أنا وقت بروح على لبنان أو كذا بس أحكي إنه والله بالمغرب إنه بس سعد. ماي. فوقتها بحكي سعاد سميرة سعاد عندكم علاقة مع سعد؟ بيحبوه كتير في أسماء كتير كبيرة سميرة سعيد أكيد طبعا ديفا أسماء المنور في أسماء كتير حلوة بلبنان بيعرفون الأكثرية بيعرفون لكن سعد هو اللي عامل سكسي كبيرة كنا نقوله نمبر وان في المغرب؟ فينا نقول نمبر وان أوكي. شكون هو الصديق ديالك في الميدان الفني؟ أو اللي قريب منك ماشي تال ما نقولوش علاقة صداقة الله علم ولكن اللي قريب منك في الميدان كان لبناني ولا مغربي؟ والله لبناني في كتير بصراحة في يعني دائما على تواصل في وسام علي في داني نور تحية داني طبعا وفي مغاربة في مهدي مزين أنا ويا أصحاب محمد المغربي توفيق المغربي كلياتهم هدول في كتير عشان ما أنسى حدا تحية لهم كلهم جميعا فأنا كتير قريب منهم وهن قريبين مني الحمد لله هذا اللي بيبسطني الحمد لله. نمشي نهضر نرجع نغني وشويش اختار الواحد كذلك اللي هو من الكبار ديال الفن العربي واللبناني وائل كفوري صحيح فهالأغنية كمان كنت يعني رجعت لو أنا بغني هيك لكن أنا رايح شوي على عن مثل ما بيقولوا الشعبي والدح والرقص شوي لحتى نعطي نتيجة كشغل كأعراس كحفلات إن شاء الله يضل يا روحي يضل يا روحي طرب المغربي وعلى شاسيبي
كنت وعامد في ما تبر مصاوبي خايف هاللحظة يوقع 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 أنا قلبي انتي انتي وعامد في اللي ما تبرمي صوبي خايف في هاللحظة يوقع 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 أنا قلبي يضلي يا روحي تعبت معك روحي من كتر ما أنا مجروح صار الجرح رفيق الروح صرنا أنا وياك أنا صرنا أنا وياك أكثر من صاحبي يضلي يا روحي تعبت معك روحي من كتر ما أنا مجروح صار الجرح رفيق الروح صرنا أنا وياك أنا وياك صرنا أنا وياك أكثر من صاحبي عسكت ودعتي لحكيت ولسمعتي قبل ما شيلك من قلبي عالبي رجعتي عسكت ودعتي لحكيت ولسمعتي قبل ما شيلك من قلبي عالبي رجعتي انتي قدري وما في يهرب من قدري انتي نظري وما في اخسر انا نظري مثل السكينة عقلبي نزلت دمعتي يا ضلي يا روحي تعبت معك روحي من كتر ما انا مجروح صار الجرح رفيق الروح صرنا انا وياك انا انا وياك صرنا انا وياك اكتر من صاحبي أغنية جميلة جدا رومانسية فيها إحساس فيها وأنا بحب شوي الإحساس ما كيبالكش أنا وشي شوي إن شاء الله أعلم نقصنا حب في الأغنية العربية عموما هذا هو اللي كنت عم أقول لك قبل الأغنية عم أقول أنا يا ريت فيني أنا هذا النمط تاعي أنا هذا الإحساس بحبه لكن مثل ما مكلفة هي الأغنية مكلفة وقتها بدك تحط بدك مردود يعني بدك الأغنية ترد لك اللي حطيتهم طبعا فوقتا نغني هيك أغاني بينسمعوا بس يمكن بس بالراديو أو شيء أما تعمل حفلة أو عرس فقليل مثل الأستاذ مروان خوري طبعا قليل جدا لحتى تشوفوا أنت يمكن حفلة أو إذا كان حفلة وقدامه شخص في رأس وفي حماس بنقوه أو لحفلات يجي واحد اللي ورايق وكيحب قليل جدا أنك تحضر حفلة يمكن لمروان أو لآدم أو لكذا شو ده حيف حق الأغنية الرومانسية؟ يمكن قلت من حقها صراحة هي بالعكس هي هذا الفن هذه مثلا جوج أمثلة ديال جوج فنانة عرب واحدة فنانة وواحد فنان شيرين حسين الجسمي بعض المرات هير ديمو فقط بيانو كلمات والأغنية كتضرب كيف ما كنقولوا فنانين كبار طبعا ولكن تيما كذلك تيزونا 100% كلام في حب في طبعا لكن إذا بتلاحظ حسين الجسمي بيبدل من أغنية لأغنية يعني مرة بيعمل مصري مرة بيعمل مغربي مرة يعني على طول في عنده هاك وهاك وهاك لكن الحب حاضر دائما تقريبا مش بيع أغاني تقريبا لكن القامات مثل هالأساس اللي عم تحكي فيهم فإذا يمكن قالوا الناس تسمعون فنحن نحن ما وصلنا لهالهدف بدنا نحن بدنا كتير لنوصل لهم فنحن مننقي شيء لحتى نقدر نوصل يعني بس يكون مثل ما قلت لك نجم عربي ولا عالمي بتقدر أنا أغني هذا الرومانس وبيسمعوا للناس
ان شاء الله وهي اللي نتمنى لك. نمشيو ندخلوا فقره اخرى كذلك من فقرات البرنامج. اول مره اللي عاش فيها وسام امير بزاف ديال الحوايج. اول مره دخلت الاستوديو باش تسجل اغنيه كان شعور كثير حلو. أغنية كان اسمها يعطيها العافية، يعني يعطيها الصحة طبعا ماشي يعطيها العافية. كانت مع أسماء كمان كبيرة، محمود عيد اللي هو عامل كل أغاني لآدم ومروان خوري. أغنية كانت جميلة جدا عملتها، وحسيت كأن عندي بيبي أو عندي سيارة جديدة أو بيت جديد. فأنا هيك الأغنية نحن وقتها بنعمل محسة كأن بيبي عم نربيها شوي شوي لحتى تطلع بنتيجة طبعا. حلوة. أول مرة طلعتي فوق خشبة مسرح غادي نقول احترافيا؟ والله مغني حفلات المدرسة. صحيح والله بال 2011 أنا بلشت شيء يعني احترافي. فكنت أطلع مطاعم وكذا، لكن ما كان أوكي. ما كان يعني مثلا ممكن يكون 200 شخص. لا ب 2011 500 ألف 2003 وصلت لنتيجة. كيف حسيت بروحك؟ لهلا يلي ما بيفزع وما بيعتل هم معناته هذا منه فنان طبعا. هذا مثل ما بقول لك كنت تكلموا على التراك وطاية الحال وكانت كلموا طبعا على بدي أول ما أطلع على المسرح احتراما للناس الموجودة لازم يكون أنا قد ما بقول يا رب وكذا يعني طيب. شنو اللي تويل ديالك الشيء الحاجة اللي كدير دائما قبل ما تطلع فوق خشبة المسرح؟ ضروري إنه أفتح صوتي غني أو غني أغنية بتمكن منا كتير منيح. أول أغنية لحتى بس طبعا لحتى بس بتفتح الحفل لحتى شوي ارتاح. فأنا ارتاح وتاخد عندك جمهور كذلك 100%. مثل مثلا عملت مهرجان بوجدة كان عندي بالمسرح بوجدة كتير رائع. مسرح جميل جدا، مسرح محمد السادس جميل من أجمل المسارح اللي هدف المغرب صراحة لحد الآن رائع. كان مثلا وحتى الجمهور الوجدي فزعوني انه ما بيقدروا يسمعوا لبناني. الجمهور الوجدي تبارك الله قالوا لي على الجمهور الوجدي انه بيحبوا الراي وبيحبوا الرقاده بيحبوا. فانت انه جاي لبناني صعيب. قلت لهم ان شاء الله بالعكس أوكي. يعني خلينا نقدم لهم. الحمد لله اول شيء فولت الحفله على الاخير الحمد لله رب العالمين. فابتدات بنسم علينا الهوى فنسم علينا انا بتمكن منه طبعا. ولقيت تفاعل كبير كثير من الجمهور الوجدي. هذه انا كان شاهد بها لانه حضرت في مسرح فوالا سميع ودواق 100%. فأنا وقت حسيت هذا الحب والتفاعل هن اللي عطونا الراحة. عرفت كيف؟ والخبرة بتلعب شوي دور طبعا. وقتها كمان غنيت رقادة وغنيت كذا أول كيف نقول أول كاشي والله بلشت أول مرة تخلصي فنيا بلشت ب 300 درهم إذا بنقول باللبناني أوكي ب 300 درهم و 200 درهم وأوقات ببلاش مشان غني لأنه أول لا ولكن أول مرة مثل ما قلت لك 300 درهم 500 درهم كنت حسه واو الحمد لله بلشت الحمد لله رب العالمين. أول مرة سافرتي باش تحيي حفل المغرب المغرب ومن بعد دبي. كي كانت الأجواء ديال أول حفل ديالك في المغرب؟ والله كان عرس أوكي. هذا كان عرس لشخص بنعرفه. رحنا لهنيك وتعرفنا ناس وعملنا كونتراهم أوكي. فهمت علي؟ يعني الشخص كان عنده عرس ليش ما بتجي جينا ونعمل له هالعرس ومضينا كونترا أنا وأخي وقتها جيت أنا وأخي رامي والجو الأعراس المغرب رائع جدا واللون اللبناني مثل قلت لك بيحبوه طبعاً. يعني ومطلوب اليوم أو يمكننا قاعد نقوله أنه هو لم المكونات كذلك ديال العرس المغربي اليوم 100% يعني وقت عم يحكوا معي أنا ما عم بفهم عليهم كنت يفهموا علي كيف دي غني أنا بطريقة اللبنانية. فوقت غنات بلشت لقيت حافظين أكثر مني فهون ارتحت لا جمهور المغربي تبارك الله ولا الميزة هذه كان سمعوا لكل شيء وكان كبروا بكل شيء غير فقط تكون فنان في المستوى طبعا. أول لقاء صحفي ديالك وسام أمير؟ من أول أغنية عملتها تقريبا بال 2010. كيف حسيتي روحك؟ يعني أول شيء تلبكت كثير أكيد وما عارف أحكي. فمثل ما قلت لك الخبرة الحياة بتخليك تعرف تحكي وبتعرف تقلص تتعود على الكاميرا في لبنان كاين الثقافة ديال البلاطو ديال برامج فنية بزاف نعم. فيها برامج اللي تتكلم على الفن فيها برامج اللي تتكلم على حوايج أخرى صحيح. هذه ثقافة سائدة كتجيك تقريبا عندنا نفس الثقافة في المغرب. هلا الفرق انه لبنان شوي أكتريته بيكون لايف فأنا بحب اللايف. اللايف بيكشف الفنان طبعا. فأنا مع أنه اللايف يكون موجود بيكونش بلاي باك بلاي باك لأنه هذا هو الهدف جسمه من البرامج صحيح. كيف تغني أنت لايف بيانو ميكرو صحيح. فنان فسمعني أرجيني إلى عندك مرحبا هذا هو بيبين الخبرة بيبين إذا أنت فنان عن حق وحق إلى عندك مرحبا. أول رسالة تشجيعية
وصلاتك من عند فنان او لو من عند شخص اللي بدات ما كنتش كتسناها منه هو ولا في الاول ديال المسيره في البدايه ديال المسيره الفنيه ديال. والله فنانين بلبنان كتير. اول واحد اول رساله وصلتك يلا بديت تسمع صوت وسام امير وصلتك الرساله؟ والله في وائل جسار وفي الاستاذ ملحم في فنانين كتير يعني انا يعني بكون على حظي انه بكون هو عنده حفله وانا قبله حطلع بغني فبس يخلص بيقول له هذا الصبي عنده مستقبل كتير حلو فبيحكي معي وأنا بقول له بحترمك وبزا أول مساج الله أعلم وصلك كنت كلمه بزاف اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي للهيترس أو للناس اللي ما عجبوهم شرحهم هم أصلا عاد ما كيعجبوش الآخر أول رسالة الله أعلم وصلتك في شكل واحد هكا رسالة بغي الله أعلم يسب ولا بغي تلدابة هذا كاين تل دابا مازالين ان كان انا ولا كان نفهم النفسيه وبغيت نفهم فاش كيكون كيفكر شخص بحال ما هكا ما كيعرفكش دغري بدا عيط وفقط لانك فنان 100% ويدخل ويصيفط رساله اللي هذه هيدي المشكله اللي عمل ايه هيدي موجوده بكل العالم طبعا ان كان انا ولا كان خولة على طول في مشكل انه في على طول المعيور كاين يا اما هذه كتاب المغربي المعيور كاين ان كان لالي ولا كان لخوله كذا وبرضو انا بحترمه ما برد يمكن خوله بعض الاوقات بترد انا ما برد شيء مستفز وانا ما بدي انزل للمستوى تاعي فانا اذا نزلت للمستوى بقول الله يهديه ان شاء الله بيغير يعني انا بنفسي انه انا يعني احكي انا وياه انه ليش عم تعمل هيك بس المستوى تاعه معروف اذا بلش هيك معناته ما فيني اوصل معه لنتيجه فاحسن انه انا ما رد عليه كاني انا جاوبته جوابك زوين اول احباط الله علم او لا ندم في الميدان الفني ويسام امير يكون اخر سؤال فهاد الشق شنو اللي وقع اندمت شركه شو الاصح لانه وقت مثل ما قلت لك ما كان بالقوه يعني هذا اول شيء كان انا قدمت على أرب انتظار أيدل. انتظاراتك اكبر من داك الشيء اللي وصلت اليه من خلال الاستوديو الفن انا قدمت أرب ايدل فأنا نجحت بأرب ايدل وتوفى الحريري حتى شوف أنا مسيرتي الفنية شوي حظي قليل فأنا يعني بعمل أغنية انفجار فقدمت أرب ايدل نجحت بدي اطلع على المرحلة الأولى كان الحريري توفى ووقف البروغرام كليا فوقتها أجيني استوديو الفن قلت لا لازم طلعت على استوديو الفن كمان ما كان بالشيء المطلوب وصار هو ينقيني أغاني يعني أنا لو أنت غني شعبي مصري طب أنا ما بدي غني شعبي أنا بدي غني طرب أنا بقدر غني لك شعبي لكن أنا الطرب قوي فيه فكان هدول سوء تفاهم وكان في نوع من الاستفزاز إنه إذا ما بتعمل هيك أوكي غادرت البرنامج غادرت أنا غادرت وسافرت لا ولا بندم أبدا يمكن أنا قلت كان حظي قليل على أرب أيدل بس استديو الفام بندم عليه وللحديث بقية دائما رفقة وسام أمير متأكد أننا ندوزوا معك لحظات جميلة على شادة تي في من بعد الفاصل ورجعنا معكم دائما على شادة تي في ودائما ضيفنا وسام أمير دوزنا تقريبا نص ديال الحلقه مازال النص الثاني وان شاء الله توي يكون حلو كيف ما داز النص الاول وكنشكرك على التلقائيه ديالك وسام مشي شوف الطبع ديال وسام امير هذه مساله انا اللي كتهمني بزاف عند الفنان انا نتعرفوا عليه اكثر كيفاش طبعه كيفاش كيتصرف مع اللي من حوله كيفاش هادئ وسام امير هذا انا كيف انت بتعرفني هلا كيف انا هذا انا قليل جدا لحتى اعصب حتى يعني مثل ما بيقولوا خفيف يعني خفيف ظريف ظريف يعني انا من ثقيل على العالم ولا بحب المشاكل الطيبوبه كاينه كل شيء كاين الحمد لله شنو يمكن اللي يخرجك من الهدوء ديالك وسام الشيء المستفز يعني عرفت كيف يعني مثلا وقتها بيقول لي مثلا بالمغرب وقت انا بسمع كلمه انه انت براني انا هيدي بتستفز انا بصراحه انا هذا الشيء بيستفزني انه كيف انا عندي اولاد وصري 10 سنين طيب انا يعني عرفت كيف اعطيني هذا الحب اللي انا اعطيك اياه طبعا هذا اكيد نسبه قليله منه بس انه انا الكلام اللي بيستفزني او انت اديتي بنت بلادنا اسمه نصيب يعني كيف اسمه نصيب فانا لي شرف انه انا تزوجت خوله وهي كمان لها الشرف انه تزوجتني فنحن الحمد لله رب العالمين لقانا بعرس وتوفقنا والحمد لله عندنا ولد الله يخلي لي عندهم قصه جميله جدا وان شاء الله يا رب الله يهنيهم وينقوا احسن منهم يا رب راس قزح لا على طول دوز لين
لين لحدود معينة يعني أنا آخر شيء بأخذ منك شيء بطريقة سلسة. أوكي متمرد؟ في بعض الأوقات. في بعض شنو اللي يعني يجعلك أنك تكون متمرد؟ يعني وعليش متمرد؟ يعني مثلا أنا غلط صار تاني مرة بتحسني تغيرت معك. خلاص تغيرت معك بس باحترام ما بقلل من قيمتك ولا شيء بس باحترام بتحس إنه في شيء وقتها بتسألني بشيء وبقول لك أوكي. صبر كنت صبر كتير ما حدا قد شيء الحاجة اللي ما صبرش فيها والله ما في قليل يعني أنا صبور قد ما بدك وأكبر دليل أنا هون كيف سري يعني شو بدي أقول لك إن كان كليبات وأغاني فنيا كل شيء حسابي إنتاج الخاص لهلأ يمكن مثل ما بتقول ما أجت مثل ما بيقولوا حظ لحتى أنا يمكن أنا أعلى أكثر وأكثر فعلى طول بالحظ في الميدان الفني أنا بأمن برب العالمين وكل واحد بياخد رزقته فأنا الحظ حلو إذا شغلات ممكن يطلع لك مثل ما بيقول لك دور بشي مطرح يكون مهم هذا أنا بأمن فيه إنه حظ فأنا ما بأمن بالاجتهاد إذا أنت مجتهد طبعا بدك كفي حتى لو الحظ عكسك كذا مرة آخر شيء حتوصل اللي أنت بدك طول ما أنت مجتهد دبلوماسي باسم أمير دبلوماسي مع الكل زيادة عن اللزوم ولا حتى أعمل لك مثل بقتلك حتى لو شخص بكرهه أنا دبلوماسي أنا العكس بحبه يعني ما عندي إشكال معه ما بكرهه وسام أمير واش عزيز عليه أنه يكون هو دائما في الصفوف الأولى يعني واش عزيز عليك أنك تكون أنت هو الزعيم أنت هو لا كنقول واحد كلمة هو رأس الحربة كيف ما قولوا أولا بالنجاح بالنجاح بالاحترام بالنجاح بالقوة لكن مش أنا برمو ظهرك عشان أخذ ماشي بالبلطجة لا مش بالبلطجة بفني بشغلي بحماسي بجهدي عرفت كيف فأنا هيك أوكي. فأنا يمكن بعزين كورونا أنا عملت بارازار حتى طبعا. يعني حتى مثل ما قلت لك يعني أنا فعز الأزمة فنانين كتار أنه ما وقت هلأ أنا لا نحن موجودين نعطي البسمة الحلوة وهذا هو دور الفنان كذلك هذا هو وبزاف ديال الفنانين شفناهم أيامات الحجر أيام الحجر الصحي في جميع بقاع العالم مثلا الولايات المتحدة الأمريكية كندا فرنسا اللي داروا حفلات مباشرة دي لايف من المنازل ديالهم يا بيانو يا بكمان يا بجيتار وهذا هو الدور كذلك ديال الفنان يعني نحن يهون عليك طبعا اللي صعب يعني ناس كتير بتشوفني أنا بتشوف وسام الحمد لله مرتاح وكذا هلا بكون عندي أنا مشاكل كتير بس أنا ما بين عند الناس طبعا. بعطيهم الأمل بعطيهم المحبة بعطيهم هذا لأنه هذه هي الحياة مغيار وسام أمير في بعض الأوقات يعني أنا مغيار على وقت بتخطى الحدود طبعا فأنا طول ما أنت محترم أنا محترم طبعا تتخطى حدود لا هون في خط أحمر أوكي كتبقى هز في قلبك بالزاف وباكل انا مش يقولوا انه ما مزيانش لانه كترجع على صاحبها الله اعلم 100% انا متاكد انه حترجع لي يمكن مع الايام فانا من النوع اللي انا بحصر بقلبي ويعني اذا انزعجت بحصر بقلبي كل شيء بقلبي يمكن يجي نهار احكي انفجأ انه انت عملت هيك بس خلص تكون حصرت شكون الشخص اللي كتعود ليه بزاف اسرارك والله الوالد وحتى مرتي بس الوالد كل شيء مرتك شويه مرتي بحكي لها بس في بعض الأشياء ما بحكي لها مثل الوالد فأنا بحكي له شو صاير معي كيف كذا هو الوحيد اللي بيحس فيني فمرتي بتحس فيني بس أسا الوالد بتحسه أنه كأنك أنت فأنت وقت يمكن تبكي قدامه ترتاح يمكن تبكي قدام غريب يقول لك أنا عم يبكي هذا فهمت علي وكان قلوها في الحال في جميع المجتمعات سي الأب والأم هم اللي كيبغيوك يشوفوك دائما مرتاح وأحسن منهم وناجح 100% هذه ما فيهاش ولو ذرة شك أبداً علاقتك بالفلوس وسام أمير الحمد لله في جيبك في قلبك أنا اللي ليك ولا في الساك ديال المدام كله رايح شوف والله 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 خولة من الإنسانة بصراحة يعني لأول مرة بقولها ما عنده من الماديات أبداً إنسانة طيبة جداً إذا كان معي ما كان معي منها معي بعدين منها متطلبة والله منها متطلبة ولا بشكل من الأشكال الحمد لله رب العالمين هذا هو الشيء اللي أنا مبسوط فيه ما كنت بتفزع أنه شي نهار أخذ مرة تكون متطلبة لا إذا ما عندك معي بالسراء والضراء هذا هو اللي وقت بيكون معي بتعيش معي وقت بيكون معي كمان بتعيش معي يعني أنا أنت منيح أنا منيح هذا هو الحب
طبعا ودي العلاقات الزوجيه هكا خصها الفلوس بدها تروح انت اخر شيء اخر شيء كلياتنا ميتين اللي معول فقط على الماديات مع مربع اخر شيء كلياتنا حمول وقتها نحن حمول حناخذ شيء معنا لا حناخذ السمعة الطيبة انه هذا كان انسان طيب طبعًا. بس مش نغني بشويش يلا نغني لهونو بس لهونو بس هي أغنية لبنانية لحد هنا وصافي لهونو بس هي هذه الأغنية هذه أغنيتك تاني أغنية ديالك كان اسمها يعطيها العافية أول واحدة محمود أوكي. هيدي مازن أيوبي كلام وألحان وتوزيع طلال ضعور وصورت الكليب وعملت لها كليب مع مخرج رندا لقداح في لبنان نعم في لبنان فكانت هيدي مثل ما بيقولوا مسيرتي الفنية انطلقت بهالأغنية هي اللي سفرتني على بلدان فالخير عليك الحمد لله فالخير عليك لله. اوكي لهولو بس هشام امير سي هشام انا بعد البيني وبينك صار خلصنا المشوار معاك اتحمل أعذار تعبتي لأعصابي أنا من عندي باي باي يا حب ما عاد ينفع مع الكذب كم مرة لوعت القلب طلعت برا البوابة لا هون وبس راح بتشوفيني مجنون لا هون وبس راح غير لك مجرى الكون لا هون وبس بطلت كون وقتا بتشوف الرجال يابا لما نزلت دمعاتي مش يعني مني رجال هيدي غلطة حياتي ما بيسوى كتر الدلال لهون وبس راح بتشوفيني مجنون لهون وبس راح غير لي مجرى الكون لهون وبس بطل كون الحنون وقتا بتشوف الرجال تبارك الله عليك ربك يقولوا بالمغربية ما دام لا تكلمنا جوستوم على المغربيه نمشيو ندخلوا واحد ما دمتي انك طلعت الحال عايش في المغرب شحال صار لك كم شحال دابا تقريبا حيصير لي اللبنانيه صار لك كم تقريبا حيصير لي 9 سنين 10 سنين شنو هي الحاجه اللي كتعجبك بزاف في المغرب وسام امير والله بلد ولف ولفت انا يعني بتحس مثل ما قلت لك بتحس حالك كانك بلبنان فالشعب الطيبوبه ديال الناس الشعب الطيب المناخ مثل ما قلت لك بتحس حالك انه انت ابن البلد بين اهلك ايه فهذا الشيء اللي انا عندي ميزه والمناخ الشيء ولا الحاجه اللي كتكرهها في المغرب ليش تحب كل شيء مثلا الحكي الهضره بزاف الهضره البلا بلا يعني مثل ما قلت لك الهضره بزاف يعني على والو يعني ما في شايفوك ما دغري والوعود الفارغه عرفت كيف؟ ف هذه انا كتقتلني انا هذه يعني ما بيتمنوا لك التوفيق لمين من كان يكون في مثلا كتحس بهذه المساله طلعت حدا بالسوشيال ميديا بعدين يعني ناطرين حدا ليوقع ليشمتوا فيه هذا الشيء بكرهه فانا بحب سعد مثلا كمثال بحب سعد وقع لا دنيا نفس الشيء بحب دنيا من أجمل أصوات مغربية على الإطلاق هذه جميع المغاربة كيعترفوا بها غلطت مزيان فتحتي معايا هذا النقاش هذا ديال دنيا باطمة وسام أمير ونتكلموا عليه واحد شويش بزاف ديال الناس لأنه إعلاميا وهذه
الله يعلم واش الناس اللي قراب من دنيا كيلومون عليها كيقول لك الله يعلم ما دفعتوش عليها كيف دفعتو على سعد، لكن الاشياء واش شويش مختلفه ما غاديش نقولوا واش هي في الداخل او لا. المهم شفنا الحكم كيفاش تحكمات، هي عصابه كتضر ناس اخرين. كيفاش يمكن لك وسام امير انت جاوبني هو غلط، كيفاش يمكن لك انك تدافع على انسان اللي الله يعلم غلط في حق ناس اخرين؟ انا ضد هذا الشيء اللي صار، ضد هذا الأعمال. انا فنيا لا، هذه فنيا كلنا كنعرفوا انا بيها. انا الانسان على طول بيغلط، ما في حدا معصوم على الغلط. فانا ممكن اغلط بعدين، فانا بدي 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 احس فيها مثل يمكن يصير في نفس الشيء مثل سعد مثل، فانا غلطت الله يهديه يعني الكلمه الحلوه الله يهديه وان شاء الله اللي نضره يعني كمان انا معهم مي. بس انا عم بحكي كفنيا طيب كانت يوم من الايام قدت شيء حلو حرام باللبنانيه شو صاير هذا الشيء واقع اليوم هلا هي انا بلومه الدنيا وبلومه بنفس الشيء لانه هي يمكن فاتت بمشاكل شوي زياده مع الفنانين مع كذا، فانا من النوع اللي مثل ما قلت لك كون يعني مثل ما بيقولوا سلس مع الفنانين. فهي كثره الحروب هي اللي خلتها توصل لهون، عرفت كيف؟ هي لو دلت فنيا بهذا الشيء كان تصدق بالك انه تجرات الدنيا بطمع جرت يمكن اللي حواليا يمكن مثل ما بيقولوا قلة خبرة الحياة كيف انه السنة على الولدنة مثل ما بيقولوا نحن السنة ليح على الولدنة ما كتشوش. وهذا ماشي 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 كلموا دنيا وثقي بيها دنيا باطمان ونتمنى انك تشاهد الحلقة ماشي كلموها ما كيباليكش انه وش الله علم شويش غرور. هلا هذا الغرور احتمال كبير، فانا وقت بتنغر بمطرح معين كفنيا انا بحترمه حقا تنغر، بس انا ضد الغرور انا شخصيا ضد طبعا. لكن اذا انغرت فنيا بس ما تكبري على العالم يعني. انا وقت بشوف شخص على الطريق بيجي ببوسه بالعكس وقت بيحبني انا يعني بالعكس بحبه لانه بيحبني، فانا يعني في الغرور الزايد عن حده مضر. شو بغيت تقول الدنيا باطمه اليوم ما دمتي انك جبتي لي المثال ديال الدنيا؟ ان شاء الله يا رب ترجع لفنا ونسمع الصوت الجميل وتقدم صوره حلوه عن المغرب لأنه دنيا من الأصوات الجميلة جدا. وإن شاء الله يا رب مثل ما بيقولوا تكبر بعقلة طبعا وتبعد عن هالمشاكل كلها لأنه هي مطرحة فنيا إلى قامة معينة بلاصتها فوق خشبات المسرح. صحيح. ودنيا بطمان بغيت فقط نجاوب دغيا ما ملفش مع عمري ما كنت بغيت ندخل في هذا الموضوع هذا، نجاوب دغيا الناس اللي كتقول لك مثلا رشيد الإدريسي علاش دفعتي على سعد وعلاش ما دفعتيش على دنيا بطمان؟ هما بجوجهم فنانة، الفرق اللي عندي بيناتهم بجوج هو أنه سعد صاحبي صديقي يعني نعم. كان دافع على صديقي ما دافعتش على الفنان. أنت عايش معه يعني بتعرف كيف طبعه. دنيا ما عندناش علاقة صداقة كبيرة، الله أعلم تلاقينا في عدة مناسبات استضفتها مرة إذاعيا نعم. ما كانش لقاء تلفازي وما عندناش يعني روابط صداقة اللي غادي تحس أنه وعاد تزيد أنه كل شيء كيهاجم نعم. كيفاش تجي أنت يا إعلامي من صديق ما والو تدافع مية مية فنحن مثل ما بيقولوا نحن دونك نتمنى ان الامر يكون واضح وراك كتعرفي معزه ديالك وكتعرفي شهادتي فيك مجروحه اون بليزو صوت دائما كنقولها كصوت صوت خطير جدا وصلت الهضره هنايا ايه حياتها خاصه مشاكل الله يبعد عنه تخرج من هذا الحساب ومن هذا الحساب دنيا من وانا ترجع لبلاصتها طبعا ان شاء الله باذن الله والجمهور هذا الشيء اللي يمكن نتمناه للدنيا باطمه. المدينه المفضله عندك في المغرب وسام امير؟ والله انا بحب كازا وحبيت قصر كازا بلانكا كازا حبيتها أكثر يعني أنا رحت طنجة رحت كازا طبعا حبيتهم طبعا بس كشغل أي. كعيشة صراحة صديقك المغربي أو الشخص اللي قريب منك أكثر مغربي أنا في المغرب بزاف كاينين بزاف ما يتقلقوش منك ما يتقلقوش منك والله كاينين بزاف قسم بالله كاينين بزاف يعني ماني عارف شو بدي لكن شخص اللي ديما تمشي عندو تسول فيه يسول فيك دائما كياخذ اخبارك دائما كيهتم بالحال ديالك لا فنيا ولا ماديا عندك صديق مغربي اللي هو داير والله بصراحه ما هالقد ما كثير يعني هي صديقي هي خوله بصراحه اوكي خوله كمغربي وكذا الباقيين كله كشغل بكون في بزنس انا وياهم في محبه لكن ما في هالصداقه العميقه جدا أوكي. اللي الشرف يكون هيك بس لحسن الحظ ما في هلا بالنسبه لك ما غاديش نقول احسن مهرجان مغربي ولكن بالنسبه لك انت يا شنو هو المهرجان اللي حضرتي فيه وفي المغرب وعجبك بزاف؟ والله حضرت كذا مهرجان بصراحه بس كنت عم بحكي على وجده مهرجان بهالمسرح
وهذا الـ 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 كان مهرجان الرأي؟ لا لا ما كان مهرجان الرأي، كان الأناقة والإبداع. أوكي. كنت أنا والشاب يونس وخولة، كان في فنانين كتير، فأنا كان هذا النهار هو دوري يعني أنا كان. أوكي. الليلة ليل سكر. الحمد لله كان من أحلى مهرجانات بالنسبة لي، حتى بدبي عملت حفلات رائعة جدا. إسبانيا يعني الحمد لله حفلاتي كلها عم تكون فول وعم تكون الناس عم تطلع مبسوط مبسوطة يعني، حفلتين بتيجي والتالتين بتيجي الحمد لله عم بعمل بصمة حلوة الحمد لله. الساحة الفنية المغربية الحالية وسام أمير كيف كسب لك؟ رائعة جدا، منافسة موجودة، فنانين ببيض الوجه، فأنا بحب هيك يعني، كل مره بيطلع شاب بيطلع الحمد لله عم يعمل كين اكتشافات طبعا طبعا، وكلياتهم مجتهدين حتى اخراج حتى كليبات حتى ككلمات حتى الصناعه ديال الكليب اليوم الحمد لله المغرب 100% المخرجين كثروا تحمسوا كيف انه يعطوا كتب كلمات ملحنين كذلك تبارك الله طبعا طبعا. وهذا الشيء المغاربه كيلحنوا لشيرين ولا كيلحنوا بلقيس مثلا ولا كيلحنوا الفنان ومع كذلك المغرب المغرب بلد الفن مثل ما قلت لك، بلد كل يوم بيطلع فنان كل يوم باي مدينه بتلاقي في فنانين ثلاثه عم يجوهروا بعد شهرين ثلاثه بيطلع اثنين غيرهم، فبلد الفن. الأكلة المغربية المفضلة عندك؟ والله كسكسو. كسكسو خولة كتصوبو؟ بس مرة مرة بصراحة مرة. ورفيسة كاين بزاف حب الأكلات المغربية. آخر سؤال في الشق ديال المغرب، المرأة المغربية وسام أمير ما دمت أنك مزوج مغربية شابو با، شنو اللي يعجبك في المرأة المغربية؟ مثل ما قلت لك في السراء والضراء منها متطلبة مع العلم كل شيء؟ مع العلم أنا 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 كلبناني. ولا أنت من زهرك تحتي في واحدة مش مضموش ممكن الحمد لله رب العالمين، فأنا من أنا وصغير يمكن أنا كلبناني لبنانية متطلبة. أوكي. يعني أنا مغربية كتبان لك قنوعة؟ قنوعة بتعيش معك. لأنه كان الحوار هذا بزاف في الدول العربية، علاش أشقاء عرب كيجيو للمغرب يتزوجوا مغربيات وهذا، كان النقاش هذا وهذا. قنوعة وصبورة وماشي معك، أنت هيك منيح أنا منيح. يعني ما أنه والله أنت غني أنا في بعض الناس. طبعاً. لكن أنت جميع المجتمعات فين مشيتي؟ كتلقى ناس تبع فلوس، ناس تبع الحب، ناس قنوعة، ناس ماشي قنوعة. وإذا حبتك المغربية خلاص. هذا الشيء خلاص هذا الشيء. شكون اللي دار الخطوه الاولى يعني عند الاخر، انت ولا خوله؟ والله انا وياها كنا قاعدين على نفس الطاوله تاعت العرس وقتها، فعم نحكي وكذا، قلت لها انا بعرفك منيح بس ما انا يمكن انا كنت ما بعرف صراحه كنت ما بعرفها، قالت لي انا خوله كنت بالسرعه، قلت لها انا عم أقول وين شفتك أنا والله ما شفت من هنا بدأت العلاقة. أيوة ما شفت ستار أكاديمي بالمرة، كنت دبلوماسي والله في بعض الأوقات قلت لك في بعض الأوقات دبلوماسي، فأنا مضطر أكون هون. والأكثر من هيك أنه تعرفنا وصرت إلا أنت كيف بالرياضة، قلت لي أنا منيح إلا أنا كل يوم الصبح بركض، أنا ببركض لا الصبح ولا أنا بلعب طول نسيت من شيء شحال هذه، فكنت دبلوماسي معها لحتى الحمد لله تعرفنا عليها وكذا حبتني وحبتها والحمد لله صار عنا جاد. الله يخلي لي عنكم. الله يخلي لكم. 5 سنين دابا؟ 5 سنين. شكله فنان. شكله فنان يعني شكله حيبقى. كنا نتكلموا على خولة بتاعت الحمد غادي نجيو الشكل الآخر من برنامج حب وغادي نتكلموا بزاف بطاطا على خولة. جاد الابن ديالك شنو تبغي تقول ليه اللي كيشوفه باه كاميرا ديالك؟ ان شاء الله يا رب الله يعطيه. باش كتهضر مع باللبناني ولا باللبنانيه ولا بالدارجه؟ جوج طبعا. هلا هو المغربي اسا اكثر من اللبناني لانه اكيد دراسته بالمدرسه وهيك، فان شاء الله يا رب الله يعطيه العمر يكون احسن من حياتنا نحن. لحاول انه قد ما فيني اعطيه حياه تكون سهله لإله، وبدي انا مع انه بدي اياه يجتهد لحتى ما يتعب بحياته، والله يخلي كل ابناء الناس يا رب ويطول بعمرهم يا رب. والله يخلي لكم طايت حال، والله يخليكم دائما عايشين طايت حال. امين يا رب العالمين. مهنيين كيف ما كنقولوا. اغنيه ديالك باغازاغ اللي تكلمنا عليها، هذه الاغنيه مثل ما قلت لك انا غنيت، مشيتي بدلتي شويه الشكل عاوتاني كليا. اش داك للراي وسام امير؟ شوف انا 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 اكثر الاوقات بشتغل ليلي يومي طبعا، فالراي محبوب مطلوب محبوب ومطلوب وانا بحبه انا بعشقه. فوقتها كنت اسمع انا الراي لمن كتسمع فن الراي؟
والله أنا كنت أحب عقيل الله يرحمه. الله يرحمه عقيل. عقيل كنت تعرفه قبل الوفاة أو من بعد؟ لا لا لا. لأنه هذه مفارقة غريبة. والله لأنه كنت عملت حفلة أنا وياه بطنجة. أوكي. وأعتقد بطنجة كان هو موجود معنا وتعرفت عليه وحبيت الإحساس تاعه وطريقة الغني. فهمت معنى اللي عم يقوله بدون ما أفهم كلمات. بس إحساسه وصلني. فأنا فهذا الشيء كنت أنا غنيه فأنا قلت إنه ليش ما بعمل راي؟ إذا لبقلي. فأنا الراي طولت كتير لحتى عملت راي لحتى اقتنعت إنه هالأغنية ومثل ما قلت لك تعبنا تحية لمهدي مزين ومحمد المغربي اللي دلوا وراي لحتى حطينا اللكنة ولهلا يمكن نغلط فعم نعطي شيء حلو يا رب. يلا بغزا إذن أغنية ديال لويسان أبيات مهدي مزين ومن لا يعرفه اللي غادي يكون معنا إن شاء الله قريبا هنا في طرق بالمغربي قول بسم الله سيدي هشام وجيت في صورتك بارازار ورجعت بيا لميموار دوك الايام اللي عشت انا يا وانتي يا خسارة كملت لي استوار يا خسارة كملت لي استوار والسحر لينا ولا عين ما زال نرجع في لسين يا كنا جوج احباب فرقهم المكتاب وين الهربة وين ها ومن وين الهربة وين هيا عمري يشهد ربي مازال ما نسيتك من نهار اللي أنا حبيتك وخا خليتيني وخليتك راكي عايشة في قلبي توجور هيا عمري يشهد ربي مازال ما نسيتك من نهار اللي أنا حبيتك وخا خليتيني وخليتك بورتون نبغيك جيسكا لامور بورتون نبغيك جيسكا لامور وجيت في صورتك بارازار ورجعت بيا لميموار دوك الأيام اللي عشت أنا يا وانتي يا خسارة كملت لي استوار يا خسارة كملت لي سوال شكون هادي اللي تنسيني فيه ولا نبغيها كي نبغي يا كنتي وغتبقاي في قلبي راك تسواي الدنيا ما تغلاش عليك الدنيا ما تغلاش عليك لي بيني وبينك كان كبير ما عارف بعدك اش ندير نموت ولا نهبال طال غيابك طال ندعي ربي تكوني بخير ندعي ربي تكوني بخير هيا عمري يشهد ربي مازال ما نسيتك من نهار اللي انا حبيتك وخا خليتيني وخليتك راكي عايشه في قلبي توجور هيا عمري يشهد ربي مازال ما نسيتك من نهار اللي انا حبيتك وخا خليتيني وخليتك بورتون نبغيك جوسكا لامور بورتون نبغيك جوسكا لامور وجيت في صورتك بارازار ورجعت بيا لميموار دوك الايام اللي عشت انا يا وانتي يا خسارة كملت لي استوار يا خسارة كملت لي استوار اكيد احنا عم نعملها باحساس بكذا هي تكون شوي لا طبعا والبرنامج كذلك انه كيحتم لانه تاع الحال تسجيل في الاستوديو ماشي هو صحيح فوالا تصوير في برنامج فممكن الناس تقول علاش غير فهمي لا لا اغنيه يعني جميله جدا انا اللي كيعجبني من الاشياء اللي كتعجبني بعض المرات ما كنفرجوش الكلام في الاغاني اللي كتكون مسجله وهذا ولكن هنايا هنا مع البيانو كلام كله كيولي كيولي واضح برافو عليك اغنيه جميله اكيد بعتذر اذا كاين شي كلمه طلعت لفظ غير لا 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 تخوكيل مرحبا بك غادي نمشي معكم من الفاصل وهذه ماشي بارازار ومن بعد طبعا اخر شق في البرنامج اللي كنتكلموا فيه على الحب والمشتقات ديالو بقوا معنا دائما على شاد تي في
وعن الحر دين عليه رجعنا معكم وغادي ندخل معكم الشق الاخير من البرنامج. دائما كنتكلموا فيه على الحب لانه الحب ضروري وسام امير طيب الحال في حياتنا مجموعين. صافي بليزير انك تبارك عليك حتى انت فوالا مهتم بشيء طبعا. شنو كاين لك الحب؟ الحب وقت نحن منغني منغني بالاحساس طبعا. الاحساس ناتج عن الحب واللي شيء منحس فيه. كيف علاقتك مع الحب وسام امير؟ والله حبي لمرتي حب، حبي لابني حب، حبي للوالد والوالده حب طبعا. فبيختلف حب عن حب، فكله الحب حلو. نحن بدون حب والو. عجبتني الكلمة عندك ديال كيختلف الحب عن الحب. طبعاً. الحب ديال الوالدين ماشي هو الحب ديال الزوجة، ماشي هو الحب ديال الأبناء. طبعا كاين بعض المرات بعض الناس كتغير. صحيح. مثلا زوجة تغير من أم ديال راجلها، ولا الأم تغير من زوجة ديال ولدها. صحيح. هو ماشي نفس الحب. دائما الأم الأم بتحب ابنها يكون أحسن ناس طبعا، فما حتشوف غير ابنها. وحب الأم للابن يكون حب مثل ما بيقول لك مثل الإجرام، أنه هذا خط أحمر. فأنا وقت يمكن أما لخولة تفز علي فأنا 100%. فوقت خولة كانت على خلقت بالحياة ما كنت أنا موجود طبعا، ونفس الشيء كمان خولة. فالأم إلا تقدير خاص. أول حب في حياتك سام أمير؟ يمكن كان مراهقة، سن المراهقة. ما بقول حب لأنه من بعد المتبادل كان متبادل طبعا. أوكي. بلبنان. كان حب يمكن سنين بريء. بعدين افترقنا. هي تزوجت الله يهنيها، ومن بعد ما سافرت نسيتها. يعني حسيت انه هذا ما كان حب. هذا يمكن كان مراهقة، سن المراهقة. ف اجى الحب مع خولة وقت اجى يعني مع الزواج. وقت اجى جاد اكثر صار في محبة للعائلة وحب بيربطنا. انه هون لا ما فينا نختلف لأنه في عنا ولد. ما فينا نعمل شيء إلا هون، ما فينا نتخطى. يعني قبل وقتها كنا نحن حرين، إن كان أنا ولا خولة ممكن أنا سافر عيش برا. هلأ صار ما فيني، بدي أعمل شغلي، ما فيني، بدي أعمل حساب ابني. بس يكون في ولاد محبة بتكبر أكثر. الأولاد كيزيدوا كيرجعوا العلاقة ديال الحب بين الأب والأم أقوى أو كيضعفوها؟ كاين بعض الناس كيقولك الله أعلم واش منين كيجيو الأبناء كتضعف واحد شويش العلاقة ما بين الأب والأم. بيثبتوها كزواج، بيثبتوها. يعني بصير أنت أي إذا أنت علقان مع مرتك مثلا أو حب خلدك تنفصل على طول بتفكر فيه طبعا. لا ليش؟ فهو بيثبت الزواج. وبنفس الوقت المرأة هي اللي بتخلي زوجها يطلق ولا يظهر ولا كيف. فهي إذا عم تهتم بابنه عم تهتم بزوجها طبعا. فبالعكس. شكون اللي كيقول فيكم أكثر كلمة بحبك، أنت ولا خولة؟ هي بتقول على طول حبيبي كذا. أنا لأنه يمكن بالبيت ما تعودنا. يعني مثلا نحن اللبناني هلا بقول لك أنا حبيبي يا رشيد كذا. هاي كلمة حبيبي مولفين عليها طبعا. فهي وقت بتحكي معي بتقول لي حبيبي منا مولفي عليها. شنو الحاجة اللي زعلك بزاف خولة؟ طبيعية وطيبة، يعني قلبها طيب مثلي. الحاجة اللي ما كتحملش في خولة؟ متسرعة. متسرعة فاش اتخذ قراراتها كلامها كتنفعل كتنفعل. يعني ما تقول كلام يمكن ما لازم تقوله فالناس بيهجموها. فأنا بقول لها اعملي يعني حسبي لها على طول حسبي. عارف ما كتحسبهاش؟ لا النية يمكن نقوله النية. النية تكون هي نيتها شيء واخذوها الناس. المغربيين كيقولوا كذلك خضراء. 100% بس. ومتسرعة بالأغاني أو متسرعة بشيء معين. الاختيارات ديالها دائما. إنه أنا صار لي زمان ما أنا بدي أعمل. أوكي أنا معك، لكن بتختاري الشيء المناسب لإلك اللي أنا يعني أنا بحسه إنه مناسب لإلك. أنا وقت بسمعه غير ما أنت بتسمعي. أنا بشوف إذا خولة اللي بقى لها. ما كاينش تنافس بيناتكم؟ بيت فني، الأب فنان، الأم فنانة كذلك؟ لا بالعكس، نجاحة من نجاحي. هي إذا نجحت أنا نجحت، وإذا أنا نجحت هي نجحت. كيف كتبان لك مسيرة ديال الخولة؟ خولة ما عم تنزل وبنفس الوقت ما عم تطلع. فخولة ماشي هيك. ماشي هيك. لازم خولة كاملة متكاملة. هذا صوت جميل جدا خولة. فلازم تختار. كنت كل متاح الحال الفنانة خولة بن عمران. اختيار لازم يكون مناسب. يعني أنا أوكي سمعت خولة بالمغربي مرة ومرتين وكليتين. أنا بالنسبة لي لازم أسمع خولة بالمصري بشكل آخر باللبناني. شنو اللي يمنع لحد الآن؟ مش اللي بيمنع، أنه هي كل ما بدها تعمل بيصير شيء. عرفت كيف؟ فبتضطر أنه أنت تعمل مغربي ويلا أنه أنا عملت. لا أوكي. أنا ضد هذه الفكرة. مع العلم أنه أغانية كثير حلوين. عملت ديو بجوش بلاد الخير 14 مليون مشاهدة.
بدر مخلوقي. علاش ما تعودوش؟ علاش ما تعودوش؟ حنعمل موجود دي وهلا جديد يكون في شوية حماس ورومانسي حلو. حب حب بس على جنون. حب يعني متحور. هذيك الحب هذيك كان في كان في حب وحب لخولة وحب الوطن. طبعا هي بلاد الخير يا رايحة لبلاد الخير وصلية جميلة جدا. فهي عم تحكي انه عم تعرف الناس على بلادها انه خصك تشوف بلادي طبعا. ارضي وارض جدادي من طنجة لكويرة يعني في الكيف. هون كان في حب بينه وبين متبادل وهي عم تخليني حب المغرب عن طريقة طبعا. فهلا هون شيء مختلف. هلا هون حب جنون جنون او 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 شيء ثاني ان شاء الله. اشني الحاجه بالنسبه لك ويساب امير اللي يمكن لها تقتل الحب؟ نحن بنقول النق وعدم الثقه. هو نقير عندنا احنا نقير نقير. لا لا ليش كيف كذا علاش هذه نزاهه انا وعدم ثقه 100%. فناس كتير مثل ما قلت لك بيبعثوا لي مسجات عن خوله وهي بيبعثوا لها. فهون في شيء اسمه ارضيه. اذا هيدي الارضيه من يعني انشغلت عليا بالطريقه الصحيحه بدها تهز طبعا طبعا. فنحن ان شاء الله ما بيصير مثل بتسمع طلق خولة بن عمران وسام طلقوا ان شاء الله ما بيصير طلاق ولا حيصير ان شاء الله ان شاء الله. واذا صار هيدي حياه يعني بالعكس مثل ما تجوزنا بالمنيح بنطلق بالمنيح وان شاء الله ما حيصير. ما عجبهاش الحاله اللي سمعت كتهضر بحال ما كل علمنا. لا لا هي مثلي. فالناس وقت طلقوا نحن اذا طلقنا ليش نخبي؟ اوكي داكو. بالعكس مثل ما تجوزنا وانبسطتوا ومنطلب من لكم. اشني الحاجه بالنسبه لك اللي يمكن ليها تخلي انا الحب يعيش وكنقولوا يدوم ويدوم ويدوم يدوم بين شخصين بين شخصين؟ الاهتمام على طول. تحس انه هي هلا اتجوزت ما تحس انه خلص صرنا سنين وتهتم بابنه وكذا. تهتم بابنه طبعا بس طبعا. تخلي الرجال هو الاساس مشان العلاقه تدوم وما يصير في نوع من الروتين يعني على طول في تغيير على طول كذا على طول طبعا. تحسسه بالحب والحنان والراحه بالبيت. بيصير الرجال بس يجي على البيت بيقول خلنا نق خلينا نروح. فمشان هيك الشيء الحاجه اللي كتعجبك في الحب سام امير؟ تضحيه. الحاجه اللي ما كتحملش في الحب؟ المصلحة. خايبة لحب المصلحة ما بيدومش. ما بيدوم عنده 3 4 سنين طبعا وبس. طبعا ما بيدوم. وهذا إذا 4 سنين وإذا دام أكيد في خيانة. أكيد. هذه كتبصم عليها المصلحة في خيانة في فراق لأنه كتقول المصلحة اللي شدك. طبعا أنا جوزت هذا لأنه معه مصاري يحتاج حب ويحتاج علاقة اللي تكون متينة وتكون زوينة يعني من بعد ما كيحقق المصلحة ديالو الله علم كيشوف له شوف أخرى كيف ما كيقوله. لا بيكون أنا مصلحتي مثلا أنا جوزت هذا معه مصاري أنه عم بشتري سيارة عم بشتري كذا بس أنا بحب شخص حب برتاح معه. يمكن أن يعيشوا بدون حب وسام أمير؟ لا ما فينا هلأ بهالأيام قلت الحب مثل ما كنت عم قلت. فأنا بالنسبة لي الحب هو الأساس. الحب ولا الفلوس؟ الحب الفلوس أنا طلعت لك رايحة أنت اللي تجيبها أنت اللي تجيبها. هذه جميل جدا. أنا دائما كنقول أن الراجل هو اللي كيدير الفلوس. الإنسان هو اللي يدير الفلوس مش الفلوس هو اللي يديروا الإنسان. هلا نحن بأسوأ حالاتنا فعلى طول كلمة الحمد لله هي اللي بترجعها. وعندك الثقة التامة أنه بعد كورونا حيرجع ويرجع الخير. وإذا ما رجع الخير يكون الله كتب لك هيك. أنت عمل لي عليك وتتكرر 100% شو خلص هي الحياة. نمشي نحن ممنح نمشي على هيك ممنح نمشي على قدنا. حوار شيق معك وسام أمير وما سخيت بيكش كيف نقول بالمغربي. نخليك آخر كلمة الله علم لفانس ديالك متابعين ديالك جمهور شادة سيفي شنو نقول لهم؟ أول شيء شكر خاص كبير لألك. مرحبا. أنت من الأصوات الخام اللي أنا بحبها كتير كإعلامية. الله يكبر بك أستاذ هشام حبيبي. أنا أكيد بعرفه لهشام ومن الأخلاق الطيبة جدا. إكيب العمل وبدي أقول لكل الفانز وكل اللي بيحبوني إن شاء الله يا رب كون على طول حسن ظنكم وقدم لكم شيء حلو وأنا بحبكم كتير. نخليك آخر كلمة تقولها الخولة بدل ما كنت تكلم عن الحب شنو تقول لها إمجاد اليوم؟ إمجاد حبيبة قلبي الله يطول بعمره. هذا بقولي تكلم اسمها إمجاد. إمجاد طبعاً. إمجاد إلا 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 معنى كبير يعني عندها شعر إمجاد يعني هذه أم الغالي أم ابني. فأنا بحبها كتير وإن شاء الله يا رب ندلنا طول العمر مع بعض
لحتى نموت مع بعض ان شاء الله. وان شاء الله نصطفوا معنا نايفطلك في المغربي. شكرا بزاف على التلقائيه ديالك والفن ديالك. اخر اغنيه تاعنا اليوم يا بتفكر يا بتحس شيرين، عطيت الحال للسيده شيرين مادام كنتكلموا على الحب. موعدنا غدا دائما على شدا اف ام كيف كل صباح 6-7 عطيت الحال اقوى لحظات 7-9 كنكونوا معكم مباشره رفقه ساره عزمي عماد نتيفي غدا وبرنامج جندنه عماد قطبي نهار السبت وبرنامج دو قطبي شو. بون ويكاند، طلعوا فرصكم خرجوا ضحكوا وحبوا بعضكم تصبحوا على حب. بس نحن مركبين عطامة الأناعة كنز لا يلي احتمل بس نحن مركبين عطامة عم جرب حب ووقف أنا عم جرب مش عم بعرف عم جرب الحق عقلي والمنطق شو بيقلي عم جرب مش عم بعرف عم جرب حب ووقف أنا عم جرب مش عم بعرف عم جرب الحق عقلي والمنطق شو بيقلي عم جرب مش عم بعرف يا بتفكر يا بتحس لا ما فيك توقف في النص ولا فيك تاخد كل شي نقي واحد منهم بس يا بتفكر يا بتحس لا ما فيك توقف في النص ولا فيك تاخد كل شي نقي واحد منهم بس أي شخص عنده نقص لو قد ما بين كامل تأكد بده إشي كتير عندك ياها ومش حاسس دنيا ما بتكمل مع حدا شو نحنا ما منستاهل بس أوقات بتظلمنا وبيطلع ظلم عادل يا بتفكر يا بتحس لا ما فيك توقف في النص ولا فيك تاخد كل شي نقي واحد منهم بس يا بتفكر يا بتحس لا ما فيك توقف في النص ولا فيك تاخد كل شي نقي واحد منهم بس عم جرب حب ووقف أنا عم جرب مش عم بعرف عم جرب والمنطق شو بيقلي عم جرب مش عم بعرف يا بتفكر يا بتحس